اظن ان فريق اتحاد طنجه دار يعني عنده المقومات كلها باش يكون بطل المغرب تنظن هو الفريق الاكثر توازنا في البطوله منذ بدايه الموسم منذ بدايه الموسم حيت حتى الزكي كان من الفريق فقط مباراه واحده وكان عنده التعديلات بزاف منين جا المرابط دار واحد واحد السلسله من متتاليه تنظن من اقوى السلسله سلسلات في تاريخ المغرب مبا... تعادل في الدار مع راجا نتيجه ايجابيه، تعادل في اكادير مع اكادير نتيجه ايجابيه، الخطا الوحيد المهني اللي دار الهزيمه في الدقائق الاخيره بسذاجه امام الجيش الملكي ولكن رجع وانتصر في مباراه صعبه امام اولمبيك اسفي، خدا واحد الحيز من النقاط كافيه وتنظن الى بقى ماشي بنفس الطريقه وما وقعوش شي مشاكل خارجة على نطاق الكره فتنظن اتحاد طنجه يهدي لمدينه طنجه اول لقب في تاريخ المدينه.